الشقيق، ويسعدنا ان ينضم الينا عبر الهاتف كابتن مراد حديود نجم المنتخب المغربي السابق. كابتن مراد مساء الخير. مساء الخير عليكم. الف 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 مبروك. الف مبروك لنا جميعا كعرب وكمسلمين، تحية ليك من المغرب وبالذات مدينة تمارة بقرب الرباط. يا اهلا بحضرتك، ويعني خلينا قبل التحليل الفني خدني كده في الاجواء الاجتماعية، صف لنا اجواء الشارع الان في المغرب. والله الشوارع كلها ممتلئة فرحة عارمة، والتحية لكل العرب الذي ساندونا يعني في المباراة. مباراة لا تنسى، مباراة للتاريخ، بكل فخر واعتزاز لجميع العرب. نعم. وهذا ما نتمناه دائما لكل المنتخبات العربية والإفريقية. هذه المرة المنتخب المغربي أخذ المشعل وذهب بعيدا، الحمد لله. نتمنى إن شاء الله أن تكون المباراة إن شاء الله على شاكلة المباراة الإسبانية، ولما لا نوصل لنصف النهائي ولما لا نشوف أكثر. لكن كرة القدم لا تخضع لجزئيات كثيرة بقدر ما أنها الشعب ناشط وكل شيء ناشط باللغة الدارجة العربية المغربية. الحمد لله على هذا الفوز وهذا الاستحقاق. الحمد لله. من الناحية الفنية يعني أداء رجولي جدا للمنتخب المغربي الحقيقة على مدار المباراة. شايف مين اللي تقدر تقول إن هو كان رجل المباراة النهاردة؟ والله رجل المباراة هو المدرب، أقولها وأكررها، يعني تكتيكيا المدرب من كان رجل المباراة. لماذا؟ لأنه قلتها في مباراة كرواتيا، قلت بأنه تكتيكيا المدرب يعرف جيدا كيف يصنع الفارق بين فريق كبير وفريق يعني قادم أو فريق يعني بإمكانيات متوسطة. نحن دائما نقول بأنه نحن من العالم الثالث أو يعني إفريقيا، يعني دائما يصنفون في مراحل متقدمة، لكن المدرب كان أجدر أن يأخذ رجل المباراة لأنه تكتيكيا كان بامتياز. أما عن اللاعبين فكانت هناك رجولة وقتالية من رقم واحد إلى آخر رقم في الفريق الوطني المغربي. نعم. يعني بكل صدق صف لي مشاعرك قبل انطلاق المباراة، إلى أي مدى كان لديك شعور أن أسود الأطلس سيفعلونها؟ والله أنا في تدوينة وفي كنت في واحد الراديو هنا في المغرب قلت لهم أنه سنلعب 5 مباريات، ويعني في الصفحة ديالي موجودة يعني في اللايف يعني موجود الفيديو، قلت بانه سنلعب 5 مباريات. حتى وليد الرقري يعرف ذلك. انا اتكلم مع وليد بحكم 9 سنين مع الفريق في الفريق الوطني المغربي يعني نلعب بعضنا البعض، دونك هو يعرف بان قلت قبل الكاس العالم قلت بان الفريق الوطني المغربي سيلعب 5 مباريات ويمكن اكثر ان شاء الله. عاطفيا وتقنيا تكلمت، ولكن قبل المباراة كان عندي تخوف لأن الكل يعرف الكرة الإسبانية والمنتخب الإسباني، لكن مع مرور الوقت كنت تيقنت جيدا بأن المرور سوف يكون يعني حليف الفريق الوطني المغربي. نعم. بكيت مرتين في كرة القدم، المرة الأولى لما انهزمنا في الفينال يعني في النهائي ضد المنتخب التونسي في 2004، والمرة الثانية هي اليوم. والله أبكي يعني بكيت من قلبي يعني. نعم. ودي ما يعني باللغة العربية يعني بالدارجة بكيت من قلبي. دي بتكون من أسعد اللحظات اللي فيها البكاء، بيكون يعني بيعبر عن السعادة اللي يعني الإنسان ما بيقدرش فيها يتحكم في مشاعره. ننتظر نتيجة المباراة ما بين البرتغال وسويسرا، أيهما تظن سيكون الأصعب في المواجهة؟ لا أظن بأنه المنتخب البرتغالي سوف يكون أصعب. لماذا؟ لأنه كرة حديثة وهناك فرضيات يعني للاعبين، وهناك لاعبين ممكن يديروا الفرق. المنتخب الإسباني كأنه تلعب مع المنتخب البلجيكي، يعني هناك تكتيك جيد لكن هناك مساحات بالنسبة للاعبين المغاربة ليأخذوا كرة ويتمشوا بها أو يجروا بها ممكن يسجلوا اهداف. نعم. انا افضل ان نلعب ان شاء الله ضد المنتخب السويسري اكثر مما هو المنتخب البرتغالي. سنرى يعني ما ستنتهي اليه المباراه، لكن زمايلي لسه بيبلغوني ان حتى الان يعني البرتغال سجلت هدف 1-0 للبرتغال امام سويسرا. فيها خير، لو سجل البرتغال سوف يكون انتقام يعني لسنه 2018. هناك مباراه كانت في قمه ديال نعم الروعة، هناك نتيجة إيجابية، مباراة كبيرة للمنتخب المغربي. لو تأهل المنتخب البرتغالي سأعيدك إن شاء الله، سيكون انتقام إن شاء الله للنخبة الوطنية إن شاء الله بإذن الله، ويكون لنا تواصل بعد فوز المغرب على البرتغال عشان مرحبا نحتفل مع بعض. مرحبا بي. أشكرك شكرا جزيلا. يعني تصلوا أيمن كنتم. أشكرك شكرا جزيلا، تحياتي ليك ولكل شعب المغرب الشقيق.